السلام عليكم. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد قبل هذا الشيء كامل بعدا نسولكم كيف دايرين، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا محترمين الحظر الصحي وتبقاو في داركم، ما كاين ما احسن في هذه الساعه هذه. هادشي اللي عندنا اللي نقدروا نديروه. المهم انا في اطار تنظيمات وتحضيرات ديال رمضان، المهم انا بالطريقه ديالي كيفاش نحضر رمضان. المهم انا من الاساسيات عندي هي التنظيم، اما بالناحيه ديال الطياب وداكشي تنخلي كل حاجه نهار بنهار. دابا الحمد لله اننا نقدروا نكونوا باقيين جالسين، اما انا بالعادي يعني واخا تنكون خدامه واخا هذا يعني ماشي شي حاجه كثيره اللي تنوجد، تنبقى كل نهار تنصوب داكشي اللي كتب لي الله وصافي. ونرجع للموضوع ديالنا يعني. المهم انا اليوم غادي نشارك معكم طريقه ديال تنظيم الثلاجه. هي طريقه يعني تتسهل عليك الماموريه، تبقى كلشي نقي كلشي مقاد، وفي نفس الوقت تبقى عارفه شنو عندك شنو خاصك. وثاني حاجه يعني ما نبقاوش غير شاغلين راسنا غير في الشغالات وفي الشقه وفي التماره، نحاولوا شويه نغذيو الروح ديالنا يعني بالعباده وكيف كيف خصنا يعني نديرو. وبالنسبه للسيدات حتى هما يهتموا براسهم شي شويه، ما يبقاوش حابين غير لان كما تيقولوا الشقاء عمرو ما يتقاد. نتهلاو شويه في راسنا، نتهلاو في وليداتنا، نجلسو معاهم كثر، نقراو معاهم، نتفرجو معاهم، يعني الحوايج اللي كناش نديروهم شحال هادي نوليو نديروهم. اما الشقر عمرو غادي يتقال. نتمناو يا ربي يفوت هاد الشيء، ما يجي هاد رمضان حتى يبقى هاد الشيء داز ويكون هاد الشيء غير ماما ودازت. نخليكم على فيديو وان شاء الله يعجبكم. نبدا معكم من الفوق، تتشوفوا انا تنستعمل هاد المنظمات، فهما هي ساهلين ورخاصين يعني تلقاهم في اي بلاصه، وتيخليو الثلاجه دائما نقيه ومنظمه وتتكون كل شيء باين. اللي بغيتي غادي تلقاه، ما غاديش تحتاج تبقى تقلب وتشوف فين هي الحاجه اللي بغيتي. وتيساعد حتى الوليدات اللي بغاوها غادي يعني تكون باينه لهم. وهذا المجر هذا الكبير حتى هو تندير فيه كاع داكشي اللي ديجا انا استعملته، ولا شي حاجه اللي محلوله كاع حاجه مع بعضها بحال الفرماج الزبده وداكشي. وتنستعمل هذاك البيض حتى هويا تنديرو في هذا ديالو، تبقى محفوظ اكثر، ما تتكون فيه لا ريحه لا والو. وبالنسبه للفواكه اللي دغيا تتخسر والخضر اللي دغيا تتخسر تنغسلهم وتنقيهم وتنقطعهم يعني، وتيكونوا واجدين اللي بغاهم غيلقاهم واجدين. وهكذا تنساعدوا حتى الوليدات انهم يستهلكوا اكثر الفواكه والخضر، واللي بغاو ما غاديينش يعكزوا عليها يعني غيبغيوهم غادي يجبدوا من القوم مقطعين ناضيين. هذا هو احسن حاجه، سي براتيك. وهذه من احسن المنظمات عندي، هاد ليزي سوزان، انا تنستعملها في بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه لهاد بحال هاد الفجل وهاد البصله هكا، وكاين بزاف بحال القزبر والمعدنوس، يمكن الاحسن ديرهم في قريعات بحال هكا، فتبقاو طريين وتبقاو مده اطول بلاصه ما غاديين ينشفوا. حتى هذاك الخيزو اللي صغيوات هو تندير له الماء وتنديرو في قرعه وتنخليه وتيبقى طري ولوكو ديالو ما تيتبدلش وتيحافظ عليه مده اطول يعني بلا ما غاديش. شحال من حاجه بعد مرات تنشريوها وتتخسر لان حنا الطريقه ديال الحفظ ديالها ما تنديروهاش كيف خصنا نديروها. بالنسبه للخضره والفواكه فهي كنت ندير كل مجرب وحديتو، واحد ديال الفواكه واحد ديال الخضر، وقبل تنكون غسلتهم مزيان ونخليتهم ينشفوا. سورتو فهاد الوقت هادي خصنا نعقموهم مزيان ونتاكدوا انهم مغسولين مزيان. وهاد المجر هذا فهو هاد البلاصه هادي تتكون بارده، فهنا تندير الحاجه اللي هي زايده بحال لي فرماج الحليب اللي زايد تبقى مزيان. وفهذا في الباب ديال الثلاجه انا تيعجبني الحليب نديرو بحال هكذا هو والعصير، تيجي حسن تيجي حتى في المنظر تيجي زوين. دي حاجه مهمه. وهاد الشيء الاخرى تندير فيها لي صوص بحال كاع الناس يعني كيفاش تيصوبوهم. المهم هاد الشيء الطريقه ديالي انا اللي وريتكم سهله. وهذا المجمد حتى هو تنستعمل فيه كل حاجه مع بعضياتها، الخضره بوحدها اللحم بوحديتو كلشي داكشي تيكون مفرق. وتندير حتى هاد المنظمات هماية تيساعدوا حتى في الكونجيلاتور باش كل حاجه تتبقى مفروقه بيناتها، سورتو الحاجه اللي تتكون صغيره فتتبقى باينة وواضحة. موسيقى
لا فيديو، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة وتبارتاجوا معايا لا فيديو، وما تنساوش تخليوا لي دي كومونتير الى عجبكم لا فيديو، اللي تعجبكم بحال هاد النوعية ديال لي فيديو خليو ليا، وان شاء الله الى اللقاء في فيديو واحد اخر. مع السلامة.